انتقل بعد هذا إلى رسالة من الأخ الكريم يحيى الغلام، يقول في رسالته: أريد من فضيلة الدكتور صالح أن يتحدث عن حدود اللباس الذي فرضه الله عز وجل على المرأة المسلمة في القرآن والسنة. اللباس الذي فرضه الله على المرأة المسلمة في الكتاب والسنة هو اللباس الساتر الذي يتصف بهذه الصفات. أولا أن يكون ضافيا يستر جميع جسم المرأة عن الرجال غير المحارم. ثانيا أن يكون واسعا لا يكون ضيقا يبين أحجام جسمها وتقاطيع بدنها لما في ذلك من الفتنة، بل يكون فضفاضا. الثالثة، الصفة الثالثة، ألا يكون فيه زينة عندما تبرز به أمام الرجال الذين ليسوا من محارمها، بل يكون ثوبا عاديا لا يلفت الأنظار ولا يفتن الناس. الصفة الرابعة، ألا يكون فيه تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات، قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم.